أهلا بكم إلى التفاصيل. لوح الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النبأ الدكتور أحمد عبد الله أبو مازن بالتصويت على قانون الدوائر الانتخابية في جلسة مجلس النواب السبت المقبل بعد الوصول لتوافق سياسي يوازن بين الحاجة لإنجاز الانتخابات بظروف مستقرة وأيضا التوجه لتعزيز قواعد السلم المجتمعي وعلاقاتها المباشرة بنجاح هذه الانتخابات. وأكد الدكتور أبو مازن أن جريمة الفرحاتية حاضرة في جميع اللقاءات والمشاورات السياسية والحكومية لمنع استغلالها في زعزعة السلم الأهلي في صلاح الدين أو ارتدادها على مشروع المصالحة المجتمعية وعودة النازحين، مشددا على أن سلطة القانون ستكون عنوان الحل المنتظر لمنع العودة إلى المربع الأول في الهجرة والنزوح والخوف.